بسم الله الرحمن الرحيم. وإنا إليه راجعون ونفوض أمرنا الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، غريب يا مظلوم كربلاء، السلام عليك يا صريع الدمعة الساكبة وصاحب المصيبة الراتبة. رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي، رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي إلا بحسن تصبري وفؤادي، ساروا ولكن خلفوني بعدهم حزنا أصوب الدمع صوب عهادي، وسرت بقلب المستهام ركابهم تعلو به جبلا وتهبط وهادي، وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وويلا. دار الحسين لما خرج منها أبو عبد الله بقي الدار خالية ليس فيها إلا الناعي والناعية. أم البنين من جانب، محمد بن الحنفية من جانب، فاطمة العليلة من جانب، دار خالية موحشة مقفرة ما فيها أحد، نور الحسين لا يوجد فيها. آه آه آه, آه وخلت منازلهم فها هي بعدهم قفرا وما فيها سوى الأوتاد، تأوي الوحوش بها فسرب رائح بفناء ساحتها وسرب غاية
هادي ولقد وقفت بها وقوفا مولهن وبمهجتي للواجد قد حزن عدي أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأنوح فيها تارة وأنادي يا دار أين مضى ذوك أمالهم أين الحسين يا دار يا دار أين مضى ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي يا دار قد ذكرتني بعراسك القفرى عراس بني النبي الهادي لما سرى عنها ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولادي يا دار هم شنت زهية يا دار هم شنت زهية وكانت قناديل تمضية يا أشام وحشم ساتي يا دارهم وين الميامين الميامين البيهم كفاية وسلوة العين يا أيوة والله البيهم كفايه وسها يا 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 الوت العايا يا يا ويلي ويلي في مثل هذه الايام ياتي الوافد يطرق باب دار الحسين ينتظر أحد يفتح إلى الباب لا يجد أحدا من يفتح إليه باب الدار يقف مرة ثانية يطرق مرة ثالثة فيسمع صوت من بنت عليلة تتأوه تنادي من الطارق خلف الباب يقول لها أنا وافد لي عادة سنوية كل سنة أتي أطرق الباب فأحصل على عطيتي من مولاي الحسين ما أشوف هالمرة طلع إلي أبو عبد الله تقول له لا 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 لن يرجع في غيبة أنا سأنتظره متى سيرجع تقول له يا وفا يا وفاد لا تجونا يا وفا لا تجونا لا تجونا حتى يعود والينا يا وفاد لا تجونا لا تجونا حتى يعود والينا أبونا وسورنا الممدود يمتل المدينة يعود يمتل المدينة يعود لا فاقد ولا مفقود هي هي والله لا فاقد هي 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 ولا مفقود ويلي صارت سفرة بعيدة
صارت سفرته بعيده وعلينا طالت الغيبه وبعد مو حش طيب هي هي والله بعد مو حش هي 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 طيب إذا سافر الحسين لا أقل العباس موجود أبناء عمومته إخوة الحسين وينهم؟ قالت سافر مع بني عمه وحريمه وإخوته يمه وحتى العيد ما تمه يا والله حتى العيد هي ما أتم أنا يمت يجي المندوب ويصيح بشهرة يا أهل المدينة زينوا لحسين دا ندر علي لعطي طارش بشاء وانشر بيارق بالمدينة يمين وشمال لا أحد يسليني ترى ما نهب سالي واشوف منزل بو علي يا ناس خالي هاي ليوان علي من المرض ماني ينبالي لا حد يسليني ولا حد يطلب محال وحسينا وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيب وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد تقدم الحديث يوم أمس عن تساؤل وهو هل أن عاشوراء لها أصل في القرآن الكريم؟ هل أن عاشوراء ذكرت في القرآن الكريم؟ هل أن هذا الموسم الذي نعيشه وإياكم موسم قرآني أي أن له أصل في القرآن؟ فتبين أنه على نحو التفسير لا يوجد وذلك لسبب بسيط أن حادثة عاشوراء وواقعة كربلاء جاءت بعد انتهاء نزول آيات القرآن لكن على نحو التأويل هناك آيات كثيرة تؤول في هذه الواقعة وفي عاشوراء الحسين وذكرنا منها أنموذجين النموذج الأول قوله تعالى والفجر وليال عاشر والأنموذج الثاني الحروف المقطعة من سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا ثم توقفنا عند كل حرف من هذه الحروف وأبرز ما يشار إليه من خلال هذا الحرف
مع إجابة بعض التساؤلات المرتبطة بإثارة كل حرف منها. هذا اليوم نفرض سؤال آخر، وهو: هل أن انطلاقة الحسين سلام الله عليه بهذه النهضة المباركة انطلاقة قرآنية؟ موسم عاشوراء موسم قرآني، زين، انطلاقة الحسين انطلاقة قرآنية، بمعنى هل أن حركة الحسين التي تحركها منذ خروجه من المدينة وصولا إلى مكة انتهاء بالمطاف إلى كربلاء ثم ما جرى عليه في كربلاء، هل هناك في القرآن الكريم ما يخدم الحسين في حركته هذه؟ هل هناك آيات قرآنية اتخذها أبو عبد الله الحسين منطلقا يتحرك من خلاله في هذه الثورة؟ ثم ما ثمرة ذلك؟ في الواقع عندما تسبر سيرة عاشوراء، سيرة ثورة ونهضة الحسين، تجد أن الحسين كان مرتبطا بالقرآن الكريم من خلال ثلاثة اتجاهات. اتجاه الأول ترجمة القرآن الكريم للحسين، الحسين ترجمه القرآن الكريم بترجمة خاصة، أعطاه صفات وسمات، هي الصفات والسمات تجعلنا نعتقد اعتقاد راسخ بأن الحسين انطلاقته انطلاقة قرآنية. الأمر الثاني، الاتجاه الثاني، أن هناك مشتركات بين الحسين وبين القرآن، هذه المشتركات تصب في نهاية المطاف أن الحسين انطلاقته انطلاقة قرآنية. الأمر الثالث أو الاتجاه الثالث، نلاحظ أن أبا عبد الله الحسين لما تحرك من خروجه من المدينة إلى مكة ثم من مكة إلى كربلاء وما جرى عليه في كربلاء ثم الأحداث التي جرت بعد كربلاء، كان أبو عبد الله يستشهد بآية قرآنية في كل محطة من تلك المحطات، والآية تتناسب مع الموقف الذي هو فيه، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن حركة الحسين سلام الله عليه حركة مستنبطة من القرآن الكريم. من تسول له نفسه أن يفرض إشكالات على الحسين، الحسين يجيبه بآية قرآنية، يسمو العين هذا الرجل الذي يشكل على الإمام، لأنه تعرف أنت أشكل على الحسين أكثر من إشكال. بعضهم قال بأنه كيف يحق للحسين أن يخرج على رجل قد اتفق المسلمون على القول بخلافته وأخذت البيعة له في الأمصار، يطلع هو بمفرده مع قلة العدد ويبدأ بمخالفة الاتجاه والرأي العام فيكون بذلك مخطئ. المفروض يسالم كما سالم أخوه الحسن في قضيته مع معاوية، ثلاثة قالوا الحسين رمى بنفسه إلى التهلكة، شنو 72 شخص أمام عدد كبير هائل. أربعة، الحسين ما كان موفقا في خروجه هذا لوجود مجموعة من الأمور التي تفرض عليه أن يبقى في المدينة لا أن يخرج، ليش يخرج إلى مكان حياته فيه محددة بالخطر؟ وهكذا مجموعة من الإثارات أثيرت على الحسين. هذه الآيات تدل على أن الحسين انطلق بتصريح قرآني إن صح التعبير. خلنا نشوف هالاتجاهات الثلاثة التي ربطت الحسين بالقرآن الكريم. الاتجاه الأول، قلنا هناك ترجمة خاصة للحسين في القرآن. شنو هالترجمة؟ الحسين رجل معصوم، ثبت القرآن الكريم عصمة الحسين، وبالتالي سلوك الحسين انطلاقا من عصمته، فما نقدر نخطئ أي موقف اتخذه أبو عبد الله لأنه معصوم. الأدلة القرآنية على عصمته كثيرة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم
تطهيرا، طهره الله من كافة أنواع الرجس المادي والمعنوي، وهذا فيه دلالة على عصمته. الحسين يتصف بالإخلاص في عمله، كيف نخطئه في أعماله وهو مخلص في عمله؟ كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مخلص في عمله في هذه الآية وفي سبب نزولها. الحسين يتصف بالإيثار، لم يكن طامعا في جاه أو منصب حتى يشكك في نزاهة ثورته، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الحسين الأمة مطالبة بمودته ومحبته، وهو الضريبة المفروضة على الأمة الإسلامية تجاه رسالة النبي صلى الله عليه وآله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. إذن الحسين أولا معصوم، ثانيا يتصف بالصفات النبيلة التي لا تشكك في خروجه وفي ثورته وفي نهضته، هكذا ترجمه القرآن. الحسين يتمتع بصفة الإيثار، بصفة الإخلاص. الحسين الأمة مطالبة بمودته، مو هو يذهب ويمد يده إلى يزيد حتى يحقن الدماء بهذه الطريقة. الحسين لا يعد إنسان قد رمى بنفسه إلى التهلكة، لأنه معصوم في كل عمل يقوم به. هكذا ترجم الحسين، أو هكذا ترجم القرآن الحسين، هكذا ترجمة القرآن لأبي عبد الله الحسين، اللي هكذا يترجمه القرآن. نقدر إحنا ننتقده في سلوك قد سلكه؟ لا يمكن. معصوم، مسدد، مخلص، مؤثر، أوجب الله طاعته ومودته على الناس، وبالتالي الناس هم المطالبون بإيتاء حق هذا الرجل، لا أن يناقشوا في سلوكه أو خروجه أو نهضته ويخطئوه ويخطئوا كل أمر قام به في هذه النهضة المباركة. هذا أولا. ثانيا، مشتركات بين الحسين والقرآن. القرآن شابه الحسين في مجموعة من الأمور. الأمر الأول الهداية، القرآن كتاب هداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هي نفسها صفة الهداية موجودة عند الحسين، شارك الحسين القرآن فيها. الحسين أيضا إمام هداية، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، صحيح، فهو إمام هداية. بعد الله جل وعلا جعل القرآن باقي وخالد وماجد، والحسين أيضا خالد وباقي وماجد، مما يثبت أن الحسين حركته حركة لا تقبل الانتقاد، هو بقاء هذه الثورة ونتاج هذه الثورة وثمرة هذه الثورة التي إلى يومنا هذا نحن نجني ثمرتها ونجني الثمار التي نتجت منها واستفاد منها كافة البشرية، المسلم وغير المسلم قاعدين يستفيدون من نتاجات نهضة أبي عبد الله الحسين. فكما أن القرآن خالد وباقي، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الحسين هكذا الله جل وعلا جعله محفوظا وجعله مستمرا وخالدا وماجدا، رغم تلك التحديات التي واجهت الحسين وواجهت ثورة الحسين من بعد مقتله. أي اثنين. ثلاثة، القرآن الكريم يتجلى له تجلي يوم القيامة، والحسين أيضا له تجلي يوم القيامة. يوم القيامة القرآن يتجلى أمام الناس، فيشتكي على أناس ويشتكي إلى أناس، يتكلم على أناس ويتكلم في حق أناس. من حفظ القرآن، من امتثل بالقرآن، من طبق ما في القرآن، هذا القرآن يشهد له، وأحيانا لا يشهد على أناس ضيعوا القرآن، أتلفوا القرآن، عطلوا حدود القرآن وهكذا. عندنا روايات عن النبي صلى الله عليه وآله موجودة عندنا وعند غيرنا من أهل القبلة، يتفقوا أن الحسين أيضا له تجلي يوم القيامة، يتجلى بالظلامة التي ظلم بها. لذلك تمر عليك في المقتل هاي الفقرة، وهي محل شاهد، أنه كان يأخذ أبو عبد الله الحسين الدم الذي يسقط من جسده ويخضب به لحيته، وهو يقول: هكذا ألقى جدي رسول الله، فأقول قتلني فلان وفلان وفلان. يعني يوم القيامة يتجلى أبو عبد الله على الهيئة التي قتل عليها. وعندنا روايات تقول يقف في المحشر جثة
بلا رأس ويشخب بالدم، ويتجمع الأنبياء والرسل حوله ويعقد مجلس عزاء في عرصات يوم القيامة. إذن القرآن يتجلى والحسين يتجلى. اللي شخصية بهذه الصفة، صفة التجلي، وهو هاد وهو خالد وباقي ونهضته لا زالت مستمرة رغم التحديات، هذا يدل على أنه متعلق بالقرآن الكريم وانطلاقته انطلاقة قرآنية. هاي الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث وهو أن الحسين حركته حركة وانطلاقته انطلاقة قرآنية، والدليل أن الحسين كان في كل موقف وفي كل مورد وفي كل مكان وفي كل محطة ومنزل كان يتلو آيات تتناسب مع الموقف الذي هو فيه. نأخذ بعض النماذج، أربعة نماذج. الأنموذج الأول، الروايات تذكر إلينا هكذا، تقول لما خرج أبو عبد الله الحسين من المدينة المنورة كان يتلو قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب. زين، هذه فخرج منها خائفا يترقب، هذه آية جاءت في سيرة من؟ أحسنت، نبي الله موسى. خرج من مصر متجها إلى الشام جهة مدين، زين، وكان خائف يترقب، ويقول أصحاب التفسير بأنه استغرق 8 أيام في صحراء سيناء حتى انقطع نعله، فصار يمشي حافي، نفذ ما عنده من طعام وشراب، وصار يمشي بقية مدة هذه المشية التي مشاها وهو عطشان وحافي القدمين وجائع يتضور جوع. زين، القرآن ضبط هذا الموقف بقوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب. أبو عبد الله الحسين يتلو هذه الآية عند خروجه من المدينة. ما معنى هذا الأمر؟ ما هي الرسالة التي يريد أن يوصلها أبو عبد الله الحسين؟ يريد يقول خروجي كخروج موسى، من أراد أن يشكك في خروجي أو يخطئ خروجي من مدينة جدي رسول الله أولى له أن يخطئ. تتحدث عن يحيى بن زكريا، كل شوي، إذا كنت أنا سلوكي خاطئ لأني وقفت أمام إنسان جائر، فهذا يحيى قد خرج في وجه طاغية من طغاة بني إسرائيل. الحسين خرج في وجه إنسان قد عطل حدود الله، انتهك الحرمات، يزني بالمحارم، يلاعب القردة والخنازير، يشرب الخمر جهارا، كلها مناكر يرتكبها قمة الهرم في الدولة. والحسين خرج من أجل، زين، بيان هذا الأمر ومناهضة هذا الظالم. هذا يحيى قد خرج بمفرده، من يستطيع أن ينتقد سلوكه؟ أحد يقول يحيى غلطان لما انطلع في وجه ذاك الرجل الذي أراد أن يعطل حدا من حدود الله، الذي أراد أن يتزوج من ابنة أخته، بنت أخته هو خالها يريد يتزوجها، وهذا حرام ولا يجوز في كل الديانات. فلما بلغ الأمر إلى يحيى خرج يريد إيقاف هذا الأمر، هذا شيء خاطئ، هذا غير صحيح، كل الديانات لا تقبل بذلك، الديانات السماوية كلها تحرم الزواج من المحارم، وهذا من محارم تصير بنت أخته وهو خالها، ما يجوز هذا الشيء. فخرج وتحمل كل ما جرى عليه، وقتل قتلة شديدة وشنيعة، ورفع رأسه بعد أن عزل وأهدي إلى طاغية من طغاة بني إسرائيل. أنا أبو عبد الله، خروجي كخروج يحيى. اللي عند انتقاد إلى خروجي أولى له أن ينتقد يحيى، لأن خروجي كخروج يحيى. كان يستشهد دائما وأبدا بآيات من سيرة نبي الله يحيى، كأنما يريد يقول ترى أنا حركتي كحركة يحيى. ولذلك شوف جابر بن عبد الله الأنصاري لما جاء يوم 40 إلى زيارة الحسين، من ضمن الفقرات التي قالها وهو يزور الحسين قال وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا. في مشابهة بينك وبين يحيى يا أبا عبد الله. هاي الأنموذج الثالث، أن الحسين كان ينطلق بانطلاقة قرآنية مستشهدا بآيات من سيرة يحيى. بعد الأنموذج الرابع وأخيرا، لما تساقط أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه على بوغاء كربلاء،
يقولون كلما زف إلى الحسين خبر من أخبار هؤلاء الشهداء، الآن سقط فلان، الآن سقط فلان، الآن سقط فلان، كان يردد قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كان دائما وأبدا أبو عبد الله الحسين يردد هذه الآية الشريفة يوم عاشوراء، أكثر من مرة كان يرددها أبو عبد الله. ليش يا أبا عبد الله؟ هذه الآية ما تتحدث عن ثورتك، هذه الآية تتكلم عن واقعة من وقائع جدك رسول الله. فهذا جدي رسول الله، أغلب غزواته يخرج والمسلمون أقل من الطرف الثاني وبتفاوت، يعني واقعة بدر 313 في مقابل 1000، واقعة أحد كذلك عدد المسلمين أقل من عدد المشركين في أغلب الغزوات. هل يستطيع أحد أن ينتقد هذا الأمر؟ هل يستطيع أحد أن يخطئ النبي في خروجه بالمسلمين ويقول رمى بأنفسهم إلى التهلكة؟ أيستطيع أحد أن يقول كان محمد صلى الله عليه وآله مخطئا في خروج هؤلاء معه؟ لحد ما حد يقدر يقول هذا الكلام. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله يمثل إرادة السماء. أنا كذلك أبو عبد الله خرجت مع قلة العدد وقلة الناصر، ومع ذلك كل من سقط بين يدي إنما هو شهيد، ومن بقى ينتظر زين دوره في أن ينال الشهادة. خروجي كخروج جدي رسول الله، نهضتي كنهضة جدي رسول الله، المعركة التي أنا فيها كالمعارك التي كان يخوضها رسول الله، معركة حق وباطل، حتى لو كان أهل الحق قلة، انطلاقة قرآنية. إذن أبو عبد الله كان دائما وأبدا يتلو آيات قرآنية منذ أن خرج من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى العراق، كل تلك الآيات التي كان يتلوها إنما هي تتناسب مع الموقف الذي هو فيه. ليش؟ حتى يبين للناس: أيها الناس، أنا لم أنطلق هكذا، القرآن يدعمني في انطلاقي، وكلما تحركت إنما أتحرك بسنة من سنن الأنبياء الذين سبقوني، فأنا أتحرك كموسى وكشعيب وكيحيى بن زكريا وكرسول الله في خروجه بعظمته. وبالتالي فإن انطلاقة الحسين انطلاقة قرآنية. أبو عبد الله الحسين خرج والقرآن يدعمه ويدفعه، والقرآن ينصره، والقرآن يترجم لنا شخصية هذه الشخصية العظيمة، شخصية أبي عبد الله الحسين، شخصية القرآن أعطاها شرعية الخروج. ولا يحق لأحد أن ينتقد الحسين أيا كان نوع هذا الانتقاد. ما يحتاج بعد نعدد أنواع الانتقادات التي انتقد بها أبو عبد الله وإلى يومك هذا ينتقد بها، ما يحتاج، خلاص. الحسين مترجم قرآنيا، الحسين شريك القرآن، الحسين كلما تحرك بحركة كان القرآن يدعمه بآية من آياته، وبالتالي أي نوع من أنواع الإشكالات التي تفرض على الحسين غير مقبولة وساقطة لوجود هذه الأمور الثلاثة. هكذا كان خروج أبي عبد الله الحسين، والحسين ما خرج إلا بأمر من السماء. حسين جاءه رسول الله في المنام، تقول الرواية في رعيل من الأنبياء، يعني عدد كبير من الأنبياء يحوطون برسول الله، وفي كتيبة من الملائكة، الكتيبة 1000 ما فوق، وفي كتيبة من الملائكة. فتح رسول الله باعه إلى الحسين، ضم الحسين إلى صدره، هذا ودموعه تسيل على خده، صار ينظر إلى ولده هذا، والحسين يقول: أبا يا رسول الله ضمني إليك، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا، أبا يا حسين انظر إلى هذه الأمة، فإن فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفته في أمتك إنهم يخرجوني من جوارك بالرغم لا بالرضا. هذا ورسول الله يقول: لا بني بني، لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا،
بني بني إنك سترزق الشهادة ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح علني يا جد من بل وزماني أستريح ضاق بي يا جد من فرط الأسى كله فسيح فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم رأسي قبل أبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي ونداء بافتجاع يا حبيبي بني أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلا إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلة لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل فاتخذ ذرعين من صبر وحزم سابغ بني ستذوق الموت ظلما ظامئا في كربلة وستبقى في ثراها عافرا منجدلا وكأني بلئيم الأصل شمر وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الوتج وحسينا وحسينا و وكأني بالأيام من بناتي تستغيث زينب وأخوات زينب يستغيثون فلا يجدون مغيثا أيوة مصيبتا وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد بار أجسامهن الضرب والسير الحثيث بينها السجاد بالأصفاد مغلول اليد وحسينا وحسين فبكى قرة عين المصطفى والمرتضى رحمة للآل لا سخطا لمحتوم القضاء إذ هو القطب الذي لم يخط عن سمت الرضا مقتدى الأمة والي شرقها والمغرب أين الصارخون وحسينا قام أبو عبد الله من على قبر جده رسول الله أين توجه يا شيعة توجه إلى قبر مضيع إلى قبر مساوى بالتراب إلى قبر فيه مرأة تنادي ليلها ونهارها وضلعها جلس على ذلك القبر مناديا أم فاطمة في أمان الله في دعة الله أم فاطمة ها أنا خارج من المدينة بالرغم لا بالرضا قصتك يا الحنون وياك وسط القبر ضميني قصتك يا الحنون وياك وسط القبر ضميني ما تدرين يا زهرة بجار الدهر
ما ديني وقع فوق القبر يبكي دقومي ونشفي دمعي مثل ما وقعت الزهرة على قبر النبي تنعي آية مكسرت الأضلاع مثلك ينكسر ضلعيه آية مكسرت الأضلاع مثلك ينكسر ضلعيه ضميني وسط قبرك أسليك وتسليني أنادي والقلب مكسور يا زهرة ارحمي حالي دهتني هموم تترادف عن يميني وعن شمالي أجابته الزهرة أجابته لأن الصوت آي حسين غالي الولد غالي أضمك في وسط قبري شلون تقدر تنظر عيوني بني ما تقدر تشوف أمك يا نور العين ما تقدر لما يا زهرة ما تقدر تشوف أمك يا نور العين ما تقدر وقلبك ينكسر بس ما تشوف الظل لمكسر لكن بنتلاقى هناك يا ابن بعرصة محشار إذا شفتك بليه راس واقف ما تحاجين ثم قام من على قبر أمه فاطمة توجه إلى قبر آخر أي قبر هذا إنه قبر أخيه الحسين أخيه الحسن جلس على ذلك القبر أخي أبا محمد في أمان الله أخي أبا محمد في دعاء الله وتخصر على قبر العضيد ويعلم الله بحزان قلبه يوم صاحي وداعت الله هذا يا أخويا اللي علينا قدر الله سمك وذبحي من قبل تكوين لوجود أخي وانت قضيت اللي عليك من المنية وعالجت غصتها وظل اللي علي قصدي بهالسفرة يا بويا الغاد وعندي خبر من طه العتيل الوطن معو لخويا يا ابو محمد علي رحبين رحبين فضضاك وقلبي تراه ذاب من لعات من لعات الفراق برض المدينة قبرك وقبري وقبري بالعراق ورد المنازل والدمع يجري بالخدود نادى يدور المجيد ظليتي خلية إذا كنت أنا سلوكي خاطئ لأني وقفت أمام إنسان جائر فهذا يحيى قد خرج في وجه طاغية من طغاة بني إسرائيل
الحسين خرج في وجه إنسان قد عطل حدود الله، انتهك الحرمات، يزني بالمحارم، يلاعب القردة والخنازير، يشرب الخمر جهارا، كلها مناكر يرتكبها قمة الهرم في الدولة. والحسين خرج من أجل زين بيان هذا الأمر ومناهضة هذا الظالم. هذا يحيى قد خرج بمفرده، من يستطيع أن ينتقد سلوكه؟ أحد يقول يحيى غلطان لما انطلع في وجه ذاك الرجل الذي أراد أن يعطل حدا من حدود الله، الذي أراد أن يتزوج من ابنة أخته، بنت أخته هو خالها يريد يتزوجها، وهذا حرام ولا يجوز في كل الديانات. فلما بلغ الأمر إلى يحيى خرج يريد إيقاف هذا الأمر، هذا شيء خاطئ، هذا غير صحيح، كل الديانات لا تقبل بذلك، الديانات السماوية كلها تحرم الزواج من المحارم، وهذا من محارم تصير بنت أخته وهو خالها، ما يجوز هذا الشيء. فخرج وتحمل كل ما جرى عليه، وقتل قتلة شديدة وشنيعة، ورفع رأسه بعد أن عزل وأهدي إلى طاغية من طغاة بني إسرائيل. أنا أبو عبد الله، خروجي كخروج يحيى. اللي عنده انتقاد إلى خروجي أولى له أن ينتقد يحيى، لأن خروجي كخروج يحيى. كان يستشهد دائما وأبدا بآيات من سيرة نبي الله يحيى، كأنما يريد يقول ترى أنا حركتي كحركة يحيى. ولذلك شوف جابر بن عبد الله الأنصاري لما جاء يوم الأربعين إلى زيارة الحسين، من ضمن الفقرات التي قالها وهو يزور الحسين قال: وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا. في مشابهة بينك وبين يحيى يا أبا عبد الله. هاي الأنموذج الثالث، أن الحسين كان ينطلق بانطلاقة قرآنية مستشهدا بآيات من سيرة يحيى. بعد الأنموذج الرابع وأخيرا، لما تساقط أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه على بوغاء كربلاء، يقولون كلما زف إلى الحسين خبر من أخبار هؤلاء الشهداء، الآن سقط فلان، الآن سقط فلان، الآن سقط فلان، كان يردد قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كان دائما وأبدا أبو عبد الله الحسين يردد هذه الآية الشريفة يوم عاشوراء، أكثر من مرة كان يرددها أبو عبد الله. ليش يا أبا عبد الله؟ هذه الآية ما تتحدث عن ثورتك، هي الآية تتكلم عن واقعة من وقائع جدك رسول الله. فهذا جدي رسول الله، أغلب غزواته يخرج والمسلمون أقل من الطرف الثاني وبتفاوت، يعني واقعة بدر 313 في مقابل 1000، واقعة أحد كذلك، عدد المسلمين أقل من عدد المشركين في أغلب الغزوات. هل يستطيع أحد أن ينتقد هذا الأمر؟ هل يستطيع أحد أن يخطئ النبي في خروجه بالمسلمين ويقول رمى بأنفسهم إلى التهلكة؟ أيستطيع أحد أن يقول كان محمد صلى الله عليه وآله مخطئا في خروج هؤلاء معه؟ ما حد يقدر يقول هذا الكلام. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله يمثل إرادة السماء. أنا كذلك أبو عبد الله خرجت مع قلة العدد وقلة الناصر، ومع ذلك كل من سقط بين يدي إنما هو شهيد، ومن بقى ينتظر زين دوره في أن ينال الشهادة. خروجي كخروج جدي رسول الله، نهضتي كنهضة جدي رسول الله، المعركة التي أنا فيها كالمعارك التي كان يخوضها رسول الله، معركة حق وباطل، حتى لو كان أهل الحق قلة، انطلاقة قرآنية. إذن أبو عبد الله كان دائما وأبدا يتلو آيات قرآنية منذ أن خرج من المدينة إلى مكة، ومن مكة إلى العراق، كل تلك الآيات التي كان يتلوها إنما هي تتناسب مع الموقف الذي هو فيه. ليش؟ حتى يبين للناس: أيها الناس، أنا لم أنطلق هكذا، القرآن يدعمني في انطلاقي، وكلما تحركت إنما أتحرك بسنة من سنن الأنبياء الذين سبقوني، فأنا أتحرك
كموسى وكشعيب وكيحيى بن زكريا وكرسول الله في خروجه بعظمته. وبالتالي فإن انطلاقة الحسين انطلاقة قرآنية. أبو عبد الله الحسين خرج والقرآن يدعمه ويدفعه، والقرآن ينصره، والقرآن يترجم لنا شخصية هذه الشخصية العظيمة، شخصية أبي عبد الله الحسين، شخصية القرآن أعطاها شرعية الخروج. ولا يحق لأحد أن ينتقد الحسين أيا كان نوع هذا الانتقاد. ما يحتاج بعد نعدد أنواع الانتقادات التي انتقد بها أبو عبد الله وإلى يومك هذا ينتقد بها، ما يحتاج، خلاص الحسين مترجم قرآنيا، الحسين شريك القرآن، الحسين كلما تحرك بحركة كان القرآن يدعمه بآية من آياته، وبالتالي أي نوع من أنواع الإشكالات التي تفرض على الحسين غير مقبولة وساقطة لوجود هذه الأمور الثلاثة. هكذا كان خروج أبي عبد الله الحسين، والحسين ما خرج إلا بأمر من السماء. حسين جاءه رسول الله في المنام، تقول الرواية في رعيل من الأنبياء، يعني عدد كبير من الأنبياء يحوطون برسول الله، وفي كتيبة من الملائكة، الكتيبة 1000 ما فوق، وفي كتيبة من الملائكة. فتح رسول الله باعه إلى الحسين، ضم الحسين إلى صدره، هذا ودموعه تسيل على خده، صار ينظر إلى ولده هذا، والحسين يقول: أبا يا رسول الله ضمني إليك، لا حاجة لي في الرجوع إلى الدنيا، أبا يا حسين انظر إلى هذه الأمة، فإن فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفته في أمتك إنهم يخرجوني من جوارك بالرغم لا بالرضا. هذا ورسول الله يقول: لا بني بني، لا بد لك من الرجوع إلى الدنيا، بني بني إنك سترزق الشهادة، ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بل وزماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأسى كله فسيح، فعسى طود الأسى يندك بين الدكتين، جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب، وأشاب الهم رأسي قبل أبان المشيب، فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع: يا حبيبي، ونداء بافتجاع: يا حبيبي، بني أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلى، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلة، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل، فاتخذ ذرعين من صبر وحزم سابغ، بني ستذوق الموت ظلما ظامئا في كربلة، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الوتج، وحسينا وحسينا و وكأني بالأيام من بناتي تستغيث، زينب وأخوات زينب يستغيثون فلا يجدون مغيثا، أيوة مصيبتا
وكأني بالأيام من بناتي تستغيث سغبا تستعطف القوم وقد عز المغيث قد بار أجسامهن الضرب والسير الحثيث بينها السجاد بالأصفاد مغلول اليد وحسينا وحسين فبكى قرة عين المصطفى والمرتضى رحمة للآل لا سخطا لمحتوم القضاء إذ هو القطب الذي لم يخط عن سمت الرضا مقتدى الأمة والي شرقها والمغرب أين الصارخون وحسينا قام أبو عبد الله من على قبر جده رسول الله أين توجه يا شيعة توجه إلى قبر مضيع إلى قبر مساوى بالتراب إلى قبر فيه مرأة تنادي ليلها ونهارها وضلعها جلس على ذلك القبر مناديا أم فاطمة في أمان الله في دعة الله أم فاطمة ها أنا خارج من المدينة بالرغم لا بالرضا قصتك يا الحنون وياك وسط القبر ضميني قصتك يا الحنون وياك وسط القبر ضميني ما تدرين يا زهرة بجار الدهر ما أديني وقع فوق القبر يبكي دقومي ونشفي دمعي مثل ما وقعت الزهرة على قبر النبي تنعي آية مكسرت الأضلاع مثلك ينكسر ضلعيه آية مكسرت الأضلاع مثلك ينكسر ضلعيه ضميني وسط قبرك أسليك وتسليني أنادي والقلب مكسور يا زهرة ارحمي حالي دهتني هموم تترادف عن يميني وعن شمالي أجابته الزهرة أجابته لأن الصوت يا حسين غالي الولد غالي أضمك في وسط قبري شلون تقدر تنظر عيوني بني ما تقدر تشوف أمك يا نور العين ما تقدر لما يا زهرة ما تقدر تشوف أمك يا نور العين ما تقدر وقلبك ينكسر بس ما تشوف الظل لمكسر لكن بنتلاقى هناك يا ابن بعرصة محشار إذا شفتك بليه راس واقف ما تحاجين ثم قام من على قبر أمه فاطمة توجه إلى قبر آخر أي قبر هذا إنه قبر أخيه الحسين أخيه الحسن جلس على ذلك القبر أخي أبا محمد في أمان الله
أخي أبا محمد في دعوت الله وتخصر على قبر العضيد ويعلم الله بحزان قلبه يوم صاحي وداعت الله هذا يا اخويا اللي علينا قدر الله سمك وذبحي من قبل تكوين لوجود اخي وانت قضيت اللي عليك من المنية وعالجت غصتها وظل اللي علي قصدي بهالسفرة يا بويا الغاد وعندي خبر من طه العتيل الوطن ما عود اخويا يا ابو محمد علي رحبين رحبين فضضاك وقلبي تراه ذاب من لعات من لعات الفراق برض المدينة قبرك وقبري بالعراق ورد المنازل والدمع يجري بالخدود نادى يدور المجيد ظليت خليه